ذلك، كان أمره صحيح. ولذلك لما قالوا بعد ذلك فأحببنا عليا، كده حبنا علي. ليه؟ لأن النبي أوصانا بذلك وبين أن علي على حق في المسألة. فلما يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني لا يؤذيه بل يوده، لأنه من ذوي رحمي ومن ذوي قرابتي. بيكفرون الصحابة؟ أي نعم، يكفرون الصحابة. والجزئية الثانية أن هم يكفرون الصحابة عدا أربعة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه والله العظيم، وضح لنا الجزئية. حاضر، أنا عايز برضو أوجه النداء لعوام الشيعة، إحنا ما نقصدكوش أبدا، إحنا بنتكلم عن المغالين، عن المرجعيات اللي هي والعياذ بالله في رأسها إجرام، واللي بتزرع فيكم الكراهية والحقد على أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة الأصل منهم عايزين يخرجوا إلى الجنة بإذن الله. أول حاجة كفر أبي بكر وعمر عند القوم، بيقولوا إيه؟ أنا أجيب لك طبعا من عندهم مش من عندنا طبعا، صح؟ نعم. طيب، سئل علي بن الحسين، وحاشاه طبعا ما حصلش، علي بن الحسين معروف زين العابدين، سئل علي بن الحسين عن أبي بكر وعمر فقال كافران كافر من أحبهما. شوف اللفظ الصريح، طبعا بنسبه إليه كذب. كافران، من اللي هنا بيكفرهم؟ أبو بكر وعمر. كافران، شوف مش كده وبس، كافر من أحبهما، يعني أنت كافر، كل السنة كفرة لأنهم بيحبوا مين؟ أبي بكر ومين؟ وعمر. المرجع البحار 30 384 و69 137، والمجلسي في تقريب المعارف. ماشي يا أستاذ؟ نعم. طيب، كفر أبي بكر عندهم، شوف يقول إيه؟ أن أبا بكر كان كافرا كفرا مساو لكفر إبليس، أن أبا بكر كان كافرا كفرا مساو لكفر إبليس، وأنه كان يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام. يبطن الكفر، لا يقول لك سبب إيه؟ أبو بكر ولا أبو بكر؟ يقول لك السبب، مرة جه على اللي هم بيقرأوا الحظ دول، قال له أنت هتمسك كيت، خليك مع اللي بيدعي كذا عشان أنت هتمسك من بعد ملك عظيم، فتبع محمد لأجل كده عشان الملك العظيم مش عشان الإيمان بمحمد. شفت الإجرام؟ المرجع إصرات المستقيم للبياض 329، إحقاق الحق للدستوري صفحة 284، عقائد الإمامية للزنجاني 327. تعال معي، كفر أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية بالجملة بقى. يقول الأوثان الأربعة هم أوثان الأوثان الأربعة هم أبو فصيل ورمع ونعثل ومعاوية، بحر الأنوار 31-607، تفسير العياشي 216. من هم الأربعة؟ أهو اللي أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، أوثان أربعة عندهم. تعال، كفر الصحابة جميعا بقى بصراحة ما عدا أربعة، عشان مسكلك ترتيبا. كل الناس ارتدوا جميعا بعد الرسول إلا أربعة، كل الناس ارتدوا جميعا، خلي بالك من اللفظة دي، يقول لك كل الناس ارتدت بعد موت النبي إلا أربعة، إلا أربعة استثناء كله. على كده خلي بالك، الأربعة مين؟ قال لك علي والمقدار وسلمان وأبو ذر، يعني زوجات النبي كفر. كفر، يقول لك كفر بالإجماع كفر. طب تعالى معايا بعد كده، الحسن يبقى كافر؟ ما هو يبقى الحسن كافر والحسين كافر، لأن الحسن من صغار الصحابة والحسين من صغار الصحابة، يبقى أنت كفرت الحسن والحسين وعبد الله بن عباس والعباس عم النبي، كل دول كفر بالإجماع عند القوم. شخدت بالك معايا كده؟ طيب، جواهر الكلام 1247 والإمام علي صفحة 657 لأحمد الرحماني الهمدان. لا، خذ الأشد من كده، وانا اجيب لي المفاجاه الحين، ده كلام، ده كلام، انا اجيب لهم مفاجاه للكل. واحد ممكن يقول لك ايه يا اخي، انتوا بتقروا الناس اودام، حرم عليكم، ما عادش بقولوا الكلام دلوقتي، صح؟ اللي اسمه مش ياسر الحبيب، عاسر الكريه الكويت الدميم، هذا يقول بالحرف الواحد صوت وصوره، وعندكم يقول ايه؟ ان عدونا الاول ليس هو ابليس او اليهود، ان عدونا الاول عمر، وان عدونا الثاني ابو بكر، وإن عدونا الثالث إبليس، وإن عدونا الرابع اليهود. شفت بقى؟ تاني لسه عملها من سنتين هذه المحاضرة. نعم. يقول إن عدونا الأول عمر، وإن عدونا الثاني أبو بكر، وإن عدونا الثالث إبليس، وإن عدونا الرابع اليهود. اليهود أصلا أحبابهم دوم أولادهم. المهم هنوضحها بعد شوية. أوضحها لهم. تعال بقى، إحنا جبنا كفر مين؟ الصحابة بالإجماع. تعال، واحد يقول ليه يا اخي ده بيقتنع بالائمه الاربعه، واحد سالنا قبل كده ايه رايهم في الائمه الاربعه والبخاري والناس دي. تعال، كفر الائمه الاربعه عند هؤلاء، يتكلمون عن الصحابه يبقى كفر الائمه الاربعه. ذكر نعمه الله، هو مش نعمه ده نقمه، نعمه الله الجزائري، ان ام الشافعي لما غاب عنها، في كتاب اقول لك المرجع، لما غاب عنها زوجها اللي هو ابو الشافعي، غاب عنها خدت بالك 4 سنين، فوجدها حاملا لما رجع اليه، يعني بعد 4 سنين بعيد عنها رجع لها حامل،
يعني أنها حملت من الزنا. يعني ده ابن زنا. المرجع الأنوار النعمانية 346، الأنوار النعمانية 346 الجزء الثالث يكتبه بالحرف. طيب تعال معايا أبو حنيفة بقى، قال أبو موسى بتاعهم لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت أنا، ده ملعون. شوف اللي جاي بقى، ده الكافي 1 45 و46 كتاب فضل العلم، ولا عندهم علم ولا نيلة. وقال نعمة الله الجزائر أن الكوفية اللي هو أبو حنيفة، أن الكوفية كان مشركا بالله اللي هو أبو حنيفة، لأنه قال قال علي وقلت أنا. المهم عندهم علي إله. نعم ضاحا. طيب وقال الحسين بن حمدان الخصيبي في الهداية الكبرى صفحة 246 لعن الله أحمد بن حنبل، يقول إيه لعن الله أحمد ابن حنبل. محمد رضا رضوي في كتاب كذبوا على الشيعة صفحة 279 اتهم الأربعة أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل بالانحراف في الدين بالكلية، كفرة خارجين من الملة. معي؟ خلصنا من دول؟ ممكن ناس شيء. من الأشاعرة الحين يقولوا إيه يا أخي بس ما بكفرش إحنا بيننا علاقة طيبة، قالوا في الأشاعرة على الأشاعرة هم مجوس هذه الأمة، الأشاعرة هم مجوس هذه الأمة. المرجع الأنوار النعماني مجلد الثاني 278-279 واحد صوفي بشوف دلوقتي، شوف بقى بيعمل فتنة بقى بين كيت، ازاي يتكلم على الشعر كده، الشعر كويسين. ماذا قالوا في الصوفية؟ استمع، قالوا في الصوفية هم أضل من الكفار وهم أهل النار. قالوا في الصوفية هم أهو أضل من الكفار وهم أهل النار. رسالة الاثنى عشري في الرد على الصوفي صفحة 13-16 للحر العاملي. طب الوقت يا شيخ محمد حضرتك بتتكلم عن الصحابه وعن الائمه الاربعه وعن الصوفيه والاشاعره كل، طب هم بيحبوا مين؟ ما فيش، الشيطان واليهود. طب تعال اسمع الاخر، انا بقى انا بنبه لعوام الشيعة عشان يتنبهوا ويعرفوا الخطر فين اهو، عشان ما تقولش ده السنه المتطرفين او السنه اللي بيزرعوا الحقد، ابدا بنجيب لكم المراجعكم. طب خد نختم بده، نعم طلع الجزائري وكده نختمها بعد الاتصال ده. حاضر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مولى؟ اهلا بيك، الله يكرمك. ازيك يا فضيلة الشيخ محمد؟ اسأل الله يجزيك كل خير ويبارك فيك. جزاك الله خير على هذه الإطلالة الجميلة. الله يبارك في عمري. وأهل الرفض ليس يعني غريبا عليهم موضوع تكفير الصحابة. نعم. وأنا يعني أرجو أنه تعطيني فسحة من الوقت. تفضل. ولو قليل. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. رحمه الله. تكلم عن الفاطميين يا فضيلة الشيخ. نعم نعم. وياليت حضرتك تبقى تفرد لهم يعني لقاء، لأن كثير من أهل السنة نعم يعني لا يعرفون الكثير عن هذه الدولة العبيدية. إيه ده هو ابن كثير يقول عنهم أنجسوا الناس. نعم يعني مغرورين، وكما أن الكثير من الناس الآن لا يعرفون. طبعا الرفض بدأ بعبد الله بن سبأ اليهودي. أي نعم. في بلاد العراق. أي نعم. ثم الدولة العبيدية التي امتلكت بلاد المغرب. أي نعم. فيعني لو تكرمت نص لابن كثير. نعم. يتحدث فيه عن هؤلاء. صح. أئمة بغداد يطعنون في نسب الفاطميين. حاضر. طيب حاضر حاضر. أيوة أستاذ ملهم. نعم سامع حضرتك. هؤلاء ببغداد محاضرة تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين. نعم. وهم ملوك. نعم. مصر وليسوا كذلك، وإنما نسبوهم إلى عبيد بن سعد الجرمي. نعم. وكتب في ذلك جماعة من العلماء والصالحين والفقهاء والمحدثين، وشاهدوا جميعا أن الحاكم بمصر هو منصور ابن نزار الملقب بالحاكم، حكم الله عليه بالبوار والخزي والدمار. فإنه لما صار إلى بلاد المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب المهدي. وأن من تقدم من سلفيه أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب ولا يتعلقون بسبب. نعم. وأنه منزه عن باطلهم. نعم. وأن الذي دعوه إليه باطل وزور. نعم. وأنهم لا يعلمون أحدا من أهل بيوتات علي بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول في أنهم أي الفاطميين. نعم. نعم. خوارج كذبة، وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعا في الحرمين وفي أول أمرهم بالمغرب منتشرا انتشارا يمنع أن يدلس أمرهم على أحد أو يذهب وهم إلى تصديقهم فيما ادعوه. وأن هذا الحاكم بمصر هو وسلفه، هذا كلام ابن كثير في البداية. نعم. والنهاية. نعم.